مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سبورت سكرين واستعراضنا الأسبوعي لأبرز وأهم وآخر الأخبار الرياضية في الساحة المحلية. أخبار الهلال الذي يوالي إعداده لاستعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد في السودان، وكذلك أيضا استعدادا لانطلاقة دور المجموعات في فبراير المقبل بعد اكتمال عقد اللاعبين المحترفين والذين وصلوا جميعا إلى العاصمة الخرطوم. أيضا اليوم سنتحدث بكل تأكيد عن منتخبنا الوطني والذي يستعد غدا لاستهلالية مشواره في بطولة كأس العرب فيفا في الساعة 2 ظهرا في مباراة ستجمعه بنظيره المنتخب الجزائري ضمن مباريات المجموعة الرابعة البطولة العربية التي ستنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستكون بروفة لملاعب ستحتضن نهاية كأس العالم 2022 في شتاء العام المقبل. حلقة جديدة من سبورت سكرين أيضا سنتحدث فيها عن واحد من أبرز وأهم المواضيع في الساحة الهلالية، هو ما الذي يحدث بخصوص الجمعية العمومية الخاصة بإجازة النظام الأساسي وكذلك الجمعية العمومية الانتخابية في ظل التعقيدات القانونية التي لا تزال حاضرة حتى الآن في الهلال. لكن دعونا نبدأ معكم هذه الحلقة بآخر وأهم الأخبار. البداية الهلالية، حيث واصل فريق كرة القدم الأول بالنادي تدريباته عصر أمس بملعب وادي النيل بالخرطوم، وذلك تأهبا لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا والاستحقاقات المحلية بإشراف مديره الفني البرتغالي جواو ماتا. إلى ذلك وصل صانع الألعاب الملاوي جيرالد فيري للانضمام لمعسكر الفريق الأزرق تأهبا للموسم الجديد، ويعد فيري من أميز صناع اللعب في إفريقيا، ودشن اللاعب تدريباته رسميا برفقة الفريق عصر أمس والذي يواصل تدريباته اليومية استعدادا للمرحلة المقبلة، كما شهد مران الفريق متابعة إدارية كبيرة وذلك للوقوف عن قرب على استعدادات اللاعبين. إلى منتخبنا الوطني والذي أدى بالأمس تدريبه الرئيس استعدادا لمباراته في استهلالية المشوار في بطولة كأس العرب فيفا أمام المنتخب الجزائر، حيث شهد المران الذي أجري بملعب المرخية مشاركة اللاعب وليد حسن والذي انضم مساء يوم الأحد قادما من ليبيا، وكان آخر اللاعبين المنضمين لمعسكر منتخبنا الوطني والذي أخضعه الجهاز الفني إلى تدريبات خفيفة حيث استمر التدريب لمدة 45 دقيقة. المنتخب سيؤدي مرانه الأخير على نفس الملعب في 5:30 من مساء اليوم. في أخبار مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الجزائري، أيضا انعقد مساء أمس الاجتماع الفني للمباراة وذلك في استاد خليفة الدولي. المباراة التي ستجمع كما ذكرنا منتخبنا الوطني أمام المنتخب الجزائر سيخوضها صقور الجديان بالشعار الأحمر الكامل، بينما سيلعب المنتخب الجزائري بالأبيض الكامل، وستكون المباراة في 1:00 ظهرا 12 بتوقيت الخرطوم على ملعب أحمد بن علي ملعب نادي الريان. قال محمد عبد الرحمن مهاجم منتخبنا الوطني أن هدفهم كلاعبين تقديم السودان في أفضل صورة خلال بطولة كأس العرب فيفا، مبينا أنهم كلاعبين حريصون على تقديم أفضل ما عندهم أمام فرق المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانبهم مصر والجزائر ولبنان. وأوضح محمد عبد الرحمن أن المنتخب الوطني تأهل لأمم إفريقيا وكأس العرب في عام واحد، وطن في تصفيات كأس العالم لم ينجح في تقديم مباريات جيدة أمام منافسين كبار مثل المنتخب المغربي والغيني، ولكنهم سيحاولون أن يصححوا الصورة ويعيدوا النتائج الإيجابية من خلال بطولة كأس العرب. ووصف الغربال مواجهة المنتخب الجزائري بالصعبة، ولكنه أكد قدرة صقور الجديان على التحليق عاليا في سماء الدوحة القطرية. فاصل قصير وبعد الفاصل نستقبل الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صلاح خوجلي
وذلك للحديث عن لجان التسيير وقدرتها على إعادة الديمقراطية للهلال والكثير من التعقيدات القانونية المحيطة بالوسط الرياضي والتي تعطل عمل الأندية وتؤثر بشكل سلبي على الجهاز الفني وعلى النسق الفني وعلى إدارات الأندية في الهلال وفي كرة القدم بصورة عامة. بعد الفاصل. عدنا إليكم من جديد مشاهدين ومتابعينا في كل مكان. بكل تأكيد الهلال يعلي إعداد واستعداد انطلاقة الموسم الجديد من بوابة الدوري الممتاز وكذلك استئناف مباراة دوري أبطال إفريقيا في فبراير المقبل اعتبارا من دور المجموعات. ولكن واحد من أكثر المواضيع أهمية هو الجانب القانوني في نادي الهلال، لجان التسيير، مدى قدرتها على إعادة الديمقراطية، الحديث عن جمعية عمومية لجلسة النظام الأساسي بعد الأحداث التي حصلت في السودان مؤخرا. الآن صمت الحديث تماما، جمعية عمومية من المفترض انتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد، الكل يتحدث عن غياب الديمقراطية الآن في الهلال ومدى تأثيره على العمل الإداري في الهلال. بكل تأكيد الكثير من التفاصيل والكثير يسألون متى تعود الديمقراطية للهلال، هل سيتم التمديد للجنة التطبيع؟ كل هذه التفاصيل نحاول أن نقرأها وأن نتناقش فيها مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح خوجري. أستاذ صلاح مرحبا بك وسعيد جدا بوجودك معنا اليوم في قناة الهلال. مرحبا بك أستاذ محمد خير ومرحب بمشاهدي قناة الهلال وكل الرياضيين بمختلف ألوان طيفهم. وأنا زي كل مرة بأكد سعادتي يعني بالإطلالة من خلال هذه الشاشة الرائعة، وأتمنى أن نوفق في أن نقدم للمشاهد ما ينتظره من إن شاء الله. هذا ما نتمنى. إذن نفتح ملف الديمقراطية في الهلال والتعقيدات القانونية التي قد تقف أمام إقامة جمعية النظام الأساسي وكذلك بعد ذلك الجمعية العمومية الخاصة به.
انتخاب ماجستير جديد للنادي، ولكن السيل النقاش بهذا التقرير. في أغسطس من العام الماضي أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال بقيادة هشام الصوباط لمدة 4 أشهر على أن تكون مهامها هي إدارة شؤون نادي الهلال من كل النواحي وحصر عضوية نادي الهلال بواسطة اللجنة المكلفة وإجازة النظام الأساسي الجديد المقترح في جمعية عمومية لهذا الغرض وإعداد مسودة للجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية التي تجاز بواسطة الجمعية العمومية وانتخاب لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية على أن يكون آخر المهام هو عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفي ديسمبر من العام المنصرم خرج الاتحاد السوداني بقرار أعلن فيه عن تمديد فترة عمل لجنة التطبيع بنادي الهلال بالتمرير لمدة 120 يوما إضافيا. لجنة تطبيع الهلال ومنذ تلك المدة تباشر مهامها على أكمل وجه وبالطريقة الاعتيادية، بيد أن طول المدة دون الجديد من الإفصاح عن تاريخ الصلاحية أو التجديد هو أمر يجعل الاستفهامات تعلو لإجابة مفادها ما هو حال نادي الهلال دون مجلس إدارة واضح. عقد جمعية إجازة النظام الأساسي قد توقف بسبب طعن أحد أعضاء الجمعية بسبب النظام الأساسي لنادي الهلال بأنه ما زال يتبع لوزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم، بالتالي فإن تعيين لجنة تطبيعا من قبل الاتحاد العام يتعارض مع القوانين، ليتم تعليق الجمعية من قبل المفوضية بعد الطعن لأجل غير مسمى. فالثابت أن المجلس المنتخب السابق للهلال انتهت فترته وحول اتحاد الكرة تبعيته الإدارية من مفوضية الرياضة بولاية الخرطوم ليصبح تابعا له بحكم النظام الأساسي المجاز من الاتحاد الدولي فيفا، والذي يجوز له حماية الأندية والاتحادات من تدخل السلطات الحكومية. لجنة التطبيع الآن ليس لديها سند شرعي وقد طال عمرها دون معرفة مصيرها، وأصوات تعالت حد الوضع الشائه للجنة من قبل بعض التنظيمات كتنظيم فجر الغد الذي طالب بمعالجة الوضع الراهن وهو عودة الجمعية العمومية بعد انتهاء أمد لجنة التطبيع. وفي ظل التعقيدات القانونية التي تضر بالكرة السودانية ومؤسساتها يظل السؤال قائما حول مصير إدارة نادي الهلال ما بين مفوضية الرياضة بولاية الخرطوم التابع لها الهلال وفقا لنظامه الأساسي وبين الاتحاد السوداني المعين للجنة التطبيع الحالية. شكرا للزملاء حسام البدوي كتابة وصيف العبور قراءة على هذا التقرير. أبدأ معك أستاذ صلاح، يعني هل نحن أمام مازق قانوني الآن في الهلال الحديث عن طعن في لجنة التطبيع باعتبارها غير قانونية وأن تكوينها تم اتحاد سواء لكرة القدم وهي تابعة لمفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم، الحديث عن متى ستعقد جمعية النظام الأساسي الجمعية العمومية الانتخابية، هناك حديث أيضا عن ربما قرار يصدر من والي الخرطوم المكلف في الأيام المقبلة بالتمديد للجنة التطبيع، هل نحن أمام مازق قانوني أم هو وضع عادي علينا أن نتقبله إلى حين انجلاء الأوضاع؟ هو والله هو مازق قانوني أنا أفتكر يعني. نعم. لأنه الاتحاد العام السابق برئاسة الدكتور كمال شداد استغل ظروف معينة وسطع على سلطة المفوضية في غيابه. نعم. وعين لجنة التطبيع من غير أن تكون له هذه السلطة قانونا يعني. لأنه الهلال أصلا حتى تلك اللحظة وفق النظام الأساسي لنادي الهلال 2008 بيتبع للمفوضية. نعم. ولكن في الظروف دي كانت المفوضية محلولة. نعم. ما كانت بتوجد في مفوضية. وكان زي في سيولة كده في صحيح. الجانب الإداري وكده في الحتة دي. فالناس قبلت بالأمر الواقع وتجاوزت
عن التعدي إذا صح التعبير أو عن تدخل الاتحاد العام في الشأن الهلالي. ولكن يعني هذا التدخل كان له ما يبرره من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم بأنه إجازة الأنظمة الأساسية وتعيين لجان التطبيع وفقا للنظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة القدم والمجاز من الفيفا هو مسؤولية الاتحاد، وأنه إذا النادي لم يقم بهذا الأمر أو لم يوافق على هذا الأمر لن يكون تابع لاتحاد كرة القدم. أي أنا معك، لكن ما أنت أنا ما عندي الآلية اللي أنا بنفذ لك هذه يعني. نعم كويس، اللي هي من خلال المفوضية. أنا عقد جمعية العمومية لإجازة نظام أساسي يتوافق مع الفيفا، والتكاليف اللي أنت حس التكاليف أول التكاليف اللي طلبها الدكتور شداد من لجنة التطبيع كان ممكن تقوم. ولكن أستاذ صلاح في تلك الفترة الحديث كان عن أن المفوضية طرف ثالث لا علاقة له بالاتحاد ولا علاقة له بالنادي وفقا لما كان الجدل القانوني الذي كان يدور في تلك الفترة. ما دي التعقيدات. لكن لو جينا قلنا أن المفوضية ما عندها سلطة مثلا في الوقت ذاك بالرغم من أنه الهلال بيتبع وفق النظام الأساسي بتاعه للمفوضية، ما عندنا سند قانوني بدينا بدي الاتحاد العام الحق في أنه يتدخل في الشأن الهلالي. هو يطلب من الهلال أن يوفق أوضاعه وفق نظامه الأساسي. مجرد ما أنت أجزت من خلال الجمعية العمومية بتاعتك نظامك الأساسي بما يتوافق ويتناسب ولا يتناقض مع الفيفا في الوقت ده أنت بتتبع للاتحاد العام، بتكون تحت سلطته المباشرة. نعم. قبل كده هو ما عنده سلطة عليك. وبعدين في حاجة غريبة جدا حق الناس ينتبهوا لها، أنا كهلال بلعب الدوري الممتاز تحت سلطة الاتحاد العام. نعم. متفقين على الحتة دي؟ نعم. لما نجي في الجمعية العمومية بالرغم من أنه أنا واحد من أنديتك اللي بتلعب في الممتاز واللي تحت سلطتك أنت، إلا أنه ما عندي الحق في أنه أنا أحضر الجمعية العمومية بتاعتك ما لم أوفق النظام الأساسي بتاعي بما يتماشى مع الفيفا. أستاذ محمد، المسائل دي دار حولها نقاش كثير وجدل قانوني، والمسألة في مجملة بترجع للتناقض والتشوهات القانونية المصاحبة للعمل الرياضي لفترات طويلة جدا، ونحن في كل مرة بنحاول نعدل ونصحح من قوانيننا وبنلقى نفسنا نحن بعيدين جدا. لو جيت للائحة بتلقى فيها مليون بند، تجي للقوانين بتلقاها متشعبة جدا جدا، تجي للسلطات بتلقاها موزعة بين أكثر من جهة. هذا الذي يدور في السودان في الرياضة لا يدور في أي دولة من الدول الثانية. والليلة لو يعني أنا قاعد أقول الكلام ده بعض الأحيان في كثير من لقاءاتي، لو طلبنا من الفيفا أو من الكاس أو من الهيئات العدلية المختلفة الرياضية أنه يمدون بإحصائية للشكاوى والتظلمات اللي بتصل تصليهم من الاتحادات ومن الأندية وهناك، نحن بنرجح بكل الشكاوى الموجودة أظن في العالم. نحن ما بمر علينا يوم إلا نحن عندنا يعني مشكلة مع الفيفا، عندنا مشكلة في كاس، عندنا مشكلة في الفيفا، عندنا مشتكين مجلس طاعنين في مجلس إدارة، طاعنين في شرعية إلى آخره. هذه المسألة هي قاعدة بالرياضة بدون شك. صحيح. الحاجة الثانية يعني الآن في كاس، بس مصداقا لكلامك، قضية اتحاد الكورة معتصم وسامة ولا برقو شداد، قضية الثلاثي محمد الرشيد، خيط خميس رمضان عجب، وقضية مجلس المريخ حازم ولا سودكال، دي ثلاث دي اللي انا متذكرهم يعني. أي في تاني كويس غالبا يكون في تاني. اي وقد يصل الى الحق يوم الهلال والى اخره. الان كان مفترض تم عقد جمعية عمومية قبل فترة بالنسبة للهلال، لكن في احد اعضاء النادي طعن في شرعية لجنة التطبيع. نعم. والمفوضية اخذت بهذا الطعن، وحتى الان لانه ما في استقرار سياسي عشان تستقر الوزارات او الهيئات الرياضيه المختلفه، الطعن ده يعني موجود وما في زول فصل فيه. بس في نقطه مهمه انا كنت داري اتكلم عنها. تفضل. نحن يعني لازم نعرف انه لجان التسيير دي عندها ايجابيات وعندها سلبيات. نعم. لكن فيها صفه لازمتها على مدى التاريخ، الناس اللي بيجوا يعينون في هذه اللجان عشان يقوموا بمهام محددة وفي مرحلة محددة المسألة بتتحال لهم وبيلقوا نفسهم في جو هم كانوا بيبحث عنه لكن ما لاقين يلقوين.
والمسألة بتاعت الظهور الإعلامي وبناء شخصيات وإذا كان صح التعبير غسيل الشخصيات دي ذاتها من كثير من المشاكل التي علقت بها يعني شفتها. فنحن يعني حقه من غير ما نحدد أسماء نرجع بذاكرتنا وناخذ الهلال كمثال، هلال والمريخ يعني ناخذهم كمثال، كم رئيس في الهلال وكم رئيس في المريخ الآن وقبل فترة يعني عندهم مشاكل بتتعلق بأدائهم وعملهم خارج وداخل الهلال يعني وتفاصيل. يعني شوف أمشي بذاكرتك لورا واسأل الرئيس ده وين الآن، هو وين الرئيس في المرحلة اللي فاتت الآن، هو وين، هل بيواجه مشكلة، هل بيواجه قضية، هل في حاجة تتعلق بالأمانة والشرف لحقت بهؤلاء الرؤساء كده. فدي بتخلق تساؤل، هل هذه الأندية أصبحت ملاذ لكثير من لحل كثير من المشاكل أو لكثير من القيادات اللي برزت في الفترة الأخيرة عشان تتحلل من بعض مشاكلها؟ يعني نحن ما لاقين يعني ما لاقين شخصيات تتوفر فيها الصفات بس استاذ صلاح يعني ضطعني في عدد من رؤساء الهلال السابقين الذين كانوا موجودين وعملوا بشكل جيد جدا وما سمعنا بعد كده انه بملاحقات قضائيه لهم مثلا يعني، بل بالعكس في الكثير منهم خدموا ودفعوا لنادي. انا لا انكر نعم عشان ما نطعن بس في شخصيات يعني انا ما طعنت في شخصيات يعني انا قلت ارجع بذاكرتك وانا مجرد طرحت التساؤل يعني من غير ما اوجه اتهام يعني انا لحد الان ما وجهت اتهام ولا ادين تحدي يعني ولا املك هذا الحق يعني لكن انا بطرح المساله في اطار مشكله عامه. طيب يعني المشكله العامه وانا بتكلم عن الهلال بس في لجان التسيير المشكله العامه يعني تاريخيا هل هي دائما ما تكون حريصه على الديمقراطيه في الهلال؟ لانه الان هناك اتهام للجنة التطبيع انها ليست حريصه على هذا الامر، هي سعيده بالتلكؤ الحاصل من المفوضيه، بالتلكؤ الحاصل من الدوله، بالتلكؤ الحاصل بكل الاحداث، وتتجاوز حتى في كثير من الاحيان يعني المهام التي شكلت من اجلها. هل هذا التجاوز يعني تجاوز محمود على اعتبار انه هي كلجنه التطبيع يجب ان تسجل اللاعبين وتتعاقد مع المدربين لانه مجرد اكتفاء ب يعني 1 2 3 4 5 التي نص عليها امر التكليف قد يجعل الهلال في فراغ في الكثير من الامور، ولا هو تجاوز للصلاحيات التي تم تكوينها من اجلها؟ هو تجاوز مفروض عليها فرض نعم ليس باختياره، بمعنى انه هذه اللجنه إذا التزمت بالتكاليف الطلبت منها دون أي شيء آخر لا تستطيع أن تسير ولا حتى لا تستطيع أن تبقى حتى في صحيح. في الهلال، لأنه أنت كلجنة تسيير أو لجنة تطبيع بتلقى في بداية موسم أنت ده تسجل صحيح لا تستطيع أن تقف مكتوف الأيدي، هنالك مشكلة في الاستاد عايز تأهيل عشان يستقبل المباريات لا تستطيع أن تقف، فالتكاليف دي تكاليف مباشرة ولكن في تكاليف أخرى طبيعية نعم يجب أن تقوم بها لجنة التطبيع. فيما يختص بسؤالك عن هل هي حريصة على الديمقراطية أم لا، نعم. هو هنالك من هو حريص على الديمقراطية صحيح من لجان التسيير، وهنالك من هو غير حريص على الديمقراطية إلا إذا أكدت عودته لرئاسة الهلال أو للعمل في الهلال مرة أخرى لأجندة قد تكون خاصة بهم يعني نعم. ممكن عشان نبسط الأمور وما نمشي بعيد ونمشي في الغريق يعني ربما لأنه الواحد لقى نفسه نعم أنه هذه المسألة أن يكون رئيس لنادي الهلال هي بتكمل صورته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وإلى آخر، ما هو ما عنده مشكلة لكن ده وضع أدبي هو وجد نفسه فيه وما قدر يتخلى عنه وعنده الإمكانيات اللي بتخليه أنه يستمر في هذا الاتجاه. إذا كان يملك الإمكانات ويملك القدرات وممكن يفيد الهلال وسجل من خلال عمله يعني في الفترة اللي اشتغل فيها ما يشفع له صحيح نعم. طيب سنواصل في هذه النقطة الأستاذ صلاح خوجلي، ولكن سعيد جدا أن نستقبل عبر الهاتف الهرم الإداري الكبير والرجل الذي قدم الكثير لنادي الهلال وكذلك يعني الخبير القانوني وعضو لجنة الاستئنافات مولانا البلولة. مرحب بك وسعيد بسمع صوتك اليوم. أهلا بك محمد خير وأهلا بصلاح خوجلي. صلاح خوجلي صاحبي وطولت منه جدا 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 يعني
كويس لميناكم مع بعض الليله يا مولانا. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا استاذ بلوله؟ وبعدين يا اخي كده يعني ده لهم على الهواء، يعني خلينا نصحح الحاصل يعني. لا لهم مستمر لحد ما اشوفك وتلاقيني والله، وفي قريب قريب العاجل ان شاء الله. ربنا يديك الصحه والعافيه. نعم، ومرحبا بقناه الهلال طبعا. طيب مولانا البلولة، يعني تتابع بكل تأكيد ومن خلال عملك في لجنة الاستئنافات وخبرتك القانونية الكبيرة، واحد يعني من الأساتذة والمراجع الكبيرة جدا في القانون هنا في السودان، يعني الكل الآن يتحدث عن الجدل القانوني الكبير، التعارض في تفاسير النصوص، الشكاوي الكثيرة اللي بتجيكم في لجنة الاستئنافات واللي بتصل لحد التحكيم الرياضية، كأس الدرجات أن البعض تحدث وقال إنه أزمة كرة القدم السودانية الحقيقية أزمة لوائح وقوانين، وإن لم يتم يعني سن لوائح وقوانين جديدة لا يمكن أن ينصلح حال كرة القدم في السودان. إلى أي مدى توافق أو تعارض هذا الرأي؟ والله يا محمد الخير، القوانين دي واللوائح اللي بنتكلم عنها دي ناقصة في صنع البشر، وبيعملوها يعني ناس مختصين، نعم، ناس مهتمين، وبيحاولوا يطلعوا نصوص تجاري الممارسة الرياضية، لكن الممارسة الرياضية بحكم تركيبتها متغيرة ومتبدلة ومستمرة، فمن خلال التجارب بتظهر الثغرات هنا أو هناك في بعض اللوائح والقوانين، ودي ممكن تعدل وتبدل. على أي حال أنا يعني ما دار ألقي باللوم كله على أنه القوانين واللوائح هي السبب في أي نوع من الخلل الكبير الربيع الرياضة في السودان، يمكن يكون كمان انت لازم تدي جزء من هذا الخلل ومن هذا الخطأ او من هذه الاخطاء للممارس العمل ده. ما هو القوانين دي ما قوانين جامدة في نصوص ولوائح مكتوبة، اللي بيطبق القوانين دي هو ذاته عنده دور بانه هل عنده القدرة على التصديق السليم والقدرة على استقراء المعايير والقواعد القانونية المنصوص عليها، ولا بمارسها ويبقى هو أو بيبقي رؤية ضيقة وبالتالي بيحصل الخلل ده. عليه حال نحن ما عاوزين يعني لا ندي الأخطاء بطبيعة القوانين ولا للممارسة، لكن لهم الاثنين ممكن يحصل خطأ هنا أو ثغرات هنا. نعم، طيب يعني هل هذا يفسر الحجم الكبير جدا من الشكاوى الموجودة على مستوى الموسم الواحد، وليس فقط في الدوري الممتاز وإنما في الدرجات المختلفة، وإنت السيد العارفين، لدرجة أنه الآن حديث عن أنه السودان قد يكون من أكثر الدول التي لديها شكاوى في محكمة كاس، يعني هل هي متعلقة بالفعل بشكل كبير جدا بالممارسة، ولا قوانيننا نفسها محتاجة أنه نصوصها تكون أكثر وضوحا حتى لا يحدث هذا التعارض وهذه التفاسير المختلفة للنص الواحد؟ والله أنا معاك، يعني اللي بيحصل في السودان ده ما قاعدين نشوفه في الاتحادات الخارجية كلها، نعم، وعلى كل المستويات، واضح أنه يعني وده يدل على أنه فعلا في خلل ما، وأنا ما داير يعني زي ما قلت لك في الأول أني ألقي بالعيب كله على طبيعة القوانين أو على الممارسة، أنا قلت لك الاثنين. نعم. طيب الاثنين بنسبة كم من كم يا مولانا؟ والله أنا بدي 70% للممارسة و 30% للقوانين. نعم. لو جاز يعني أقدر أحدد نسبة يعني، رغم أنها يعني قابلة للتغيير والتحوية. نعم. والله بس من خلال خبرتك الكبيرة هي بكل تأكيد قد تكون أقرب للصحة. أستاذ صلاح عنده لك سؤال يا مولانا. أي أستاذ بلونة. نعم برضو في ظاهر انا يعني لاحظتها وده لا تفسير ما قادر القاه، يعني ثنائيه المجالس، المريخ عنده مجلسين معترف بهم او غير معترف، المهم عنده مجلسين، نادي هلال الابيض كان عنده مجلسين، الدويم هناك فيها نادي عنده مجلسين، ما عارف ارجو يعني الظاهره بتاعت مجلسين في وقت واحد، كوبر الامدرماني في فتره كان عنده مجلسين، يعني دي نعم. دي شنو يعني؟ والله لا هي الممارسه بقى. نعم، انا هنا في دي اصلا ما برتكل القوانين، هي عايز انها تنظم القصه. نعم، يعني لو اخذت قصه المريخ الطالب جدا، انا امبارح في برنامج عندي برنامج يا صلاح في الاذاعه الرياضيه، نعم، لما تكلمت عن قصه المريخ دي مثلا، ف
قلت لهم المريخ ده بيجي ليه كوفيد 19 كل يوم عنده متحور، يعني كل ما تقول القصه انتهت بحاجه بتظهر لك مشكله جديده، وكل يوم في موضوع مختلف. يعني عشان كده انا ما بتصور انه القوانين كقوانين جامده هي اللي تسببت في الخلل ده. نمشي ونجي برضو يعني ما ممكن يكون يا مولانا هنا تعارض، لانه البعض يتحدث عن انه من هو المسؤول الان عن تعيين لجان التسيير او لجان التطبيع؟ هل هي المفوضيه ولا الاتحاد؟ الجدل ده كان في فتره من الفترات، هو من يرى الكثير من تسبب في قصه مجلسين في النادي الواحد. انا معاك، الاول والغريب المجلسين ما قصه تعيين، مجلسين منتخبين، يعني في كان في الابيض او في المريخ او في اتحاد الدوي مثلا. دي كانت خلافات حول الجمعيات العموميه، يعني بتكون جمعيه من ناحيه او في زمن محدد تنتخب مجلس، وثاني يوم ولا في نفس اليوم تقوم جمعيه برضه تنتخب لها مجلس ثاني. ويعني هنا الاشراف على الجمعيه حيكون من يعني خلينا حتى نجي الان للهلال. ما خليك حترجعنا كلامكم بالذات في الجمعيات العموميه. نعم. برجعنا في الجدل الحاصل بين مسؤوليه الاتحاد العام تجاه الانديه دي كلها والاتحادات. نعم. ومسؤوليه المفوضيه قبل اجازه النظم الاساسيه الجديده لهذه الحياه. نعم. يعني اديك مثل حي قدامي اللي هو نادي الهلال. نعم. الهلال ده سببه جدل كبير. صحيح. انه في وكان المفروض تقوم جمعيه عموميه عشان تجهيز نظام اساسي، طبعا ده الحل النهائي هو في النظام الاساسي. نعم. لكن الجمعيه دي عشان تقوم طوال حصل فيها طعون وجدل بين مسؤوليه ايوم الاجدر بالاطلاع بمسؤولياته تجاه الاشراف على الجمعيه دي. هل هي المفوضيه باعتبار انه الهلال حتى الان يدار بوفق نظام اساس وجيز 2008؟ نعم. اذا كان فيه انه بده ابيد المفوضيه سلطه الاشراف الكامل على قيام الجمعيات العموميه، ولا السلطه دي تحولت وفق النظام الاساسي للاتحاد العام الجديد، النظام الاساسي الجديد البد المسؤوليه الكامله للاشراف على الجمعيات العموميه، يعني لحد كبير للاتحاد العام وفق النظم الاساسي. لكن طبعا بالفهم القانوني البسيط بقول لك انه الى حين تعديل النظام الاساسي للوضع الجديد تظل المفوضيه وفق الدستور الاسهل الموجود بتاع 2008، تظل المفوضيه هي المسؤوله عن الاشراف على قيام الجمعيات العموميه. نعم. يمكن انا ما عارف ليه يعني الناس مختلفين في الصوره دي. انا معك الهلال انت الان هو لجنه التطبيع معينه للاتحاد العام. نعم. البعض ذهب يا مولانا لاكثر من ذلك، والحديث عن انه من بعض التنظيمات الهلاليه انه حتى اللجنه دي طالما كون الاتحاد العام هي لجنه غير شرعيه. لا 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 لا، هي لجنه شرعيه. نعم. بكل المقاييس، لانه الاتحاد العام وفق نظامه الاساسي وفي بنود كثيره ما في داعي نتعرض لها حته حته. نعم. لكن بتديه سلطه ما هو المشكله وين؟ انه في مجلس انتهت دورته. نعم. وما ما 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 عمل جمعيته العموميه لاي سبب من الاسباب، النظام الاساسي الاتحاد العام ومسنون بالنظام الاساسي للفيفا الاتحاد الدولي بتجي الحق للاتحاد العام بانه يتدخل ب يعني وضع بودي او جسم اداري يدير النادي او الاتحاد المحلي المعني لحين قيام الجمعيه العموميه، طالما انه يعني طيب يا استاذ بلولة، الى حين قيام الجمعيه العموميه تحت اشراف منه؟ الجمعيه العموميه للانتخاب مجلس اداره جديد ما حتقوم الا بعد اجازه النظام الاساسي. تحت اشراف منو؟ تحت اشراف منو؟ الجمعيه تبيهم الجمعيه اجازه النظام الاساسي. دي تكون المفروض تكون تحت اشراف المفوضيه. نعم. لانه الهلال حتى الان
بيحكم وفق النظام الاساسي زي ما قلت لك 2008 2008 وده بدي سلطه الاشراف على قيام الجمعيه العموميه لنادي الهلال للمفوضيه. بعد ما يجيز النظام الاساسي البنقل الصلاحيه دي، رغم انه المفوضيه ما هي اللي عينت لجنه التطبيع دي برضو يا مولانا، ما في علاقه يا اخواننا بين لجنه التطبيع والجمعيه العموميه لاجازه النظام الاساسي. نعم. ليه؟ لأنه التطبيع ما عنده إلا العمل اللوجستي الإداري لتنظيم الجمعية، لكن قيام الجمعية وتحديد الجداول بتاعتها والنظر في كل قوائم المرشحين والعضوية وتحديد موعد الانعقاد ومكان الانعقاد وإدارة الجمعية كله يكون تحت إشراف المفوضية. هنا التطبيع الاتحاد العام ما عنده أي دور مباشر في إدارة الجمعية العمومية نفسها. نعم مولانا محمد أحمد البلولة، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، وبكل تأكيد كعادتك دائما يعني وجود رائع ومميز وخبرة قانونية كبيرة وشخصية مرجعية نحترمها في الهلال وفي كرة القدم بشكل كبير. طيب يعني مولانا ذكر أنه بخصوص الهلال أنه المفوضية هي الآن المفروض من تتولى كل شيء بخصوص الجمعيه العموميه. استاذ احمد خير، انا متاكد انك انت متابع كلام الاستاذ بلوله واجابته على السؤال، لكن اكيد في ذهنك وفي ذهن المشاهد الان لسه السؤال قائم يعني. هي هو اكد وفق النظام الاساسي 2008 المفوضيه المفروض تشرف على كل حاجه. صحيح. الان العضويه وتفاصيله والحياه كلها عند الاتحاد العام. نعم. طيب اذا هو رجعنا للحته بتاعت انه القانون ولا الممارسه، افتكر انه الحته دي تطرح تكون الاسئله يعني موجوده في اسهر الناس والاجابات متباينه. نعم. والناس بمرور الزمن عشان الحلقه ووقتها يعني ما نستمر فيها في جدل كثير يعني. نعم له جدل متواصل لانه حتى الان حتى كان معنا مولانا رحاب مفوض هيئه الشباب والرياضه بولايه الخرطوم قبل الاحداث السياسيه الاخيره ما تحدث ذكرت انه من المفترض ان تتم مراجعه كل القوانين، يكون في لجنه كبيره من القانونيين ومن الرياضيين لانه في لبس كثير جدا في النصوص وده هو العامل المشاكل. لكن هل بتوافقوا في انه 70% من الجدل الموضوع ده ممارسه وليس من القوانين، ولا شايف انه لا النسبه في القوانين ممكن تكون اكثر من القوانين هي اللي مخلي الممارسه فيها هذا اللغط وفيها هذه الشكاوى الكثيره؟ هو شوف هو من الصعب تحديد النسبه لانه اصلا يعني انت لو جيت اتكلمت على الممارسه اصلا بتحكمها قوانين يعني. صحيح. كويس. فالقوانين دي اذا كانت في قالب الصحيح في وضعها الصحيح بتكون واضحه والنقاش والصراع حولها بيكون محدود. صحيح. لكن ده صراع ونقاش وكل ذول عندما ياتي بحجته يكاد يقنعك بانه هو على 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 حق يعني. نعم. فانا افتكر يعني لكن هذا النقاش استاذ صلاح الان يضع امام كره القدم السودانيه ويضع كره القدم السودانيه في حقل الغام بدايه من اتحاد الكوره وموضوع كاس، هل حترجع دكتور شداد وسلطان حسن برقو وتبعد دكتور معتصم واستاذ اسامه؟ ده الان حقل الغام موجود في المريخ الان مجلسين ويتوقف اعداد المريخ تماما على مستوى اكثر من نادي الخطوره. حتى الهلال نفسه الان هناك بعض التنظيمات التي طعنت حتى في شرعيه المجلس، وبالتالي صحيح. المجلس نفسه ولجنه التطبيع نفسها الان هي لا تعمل في الاجواء المثاليه. وانا اقول لك حاجه. نعم. انا بعرف ناس هسه منتظرين قيام الجمعية العمومية لأي سبب بأي سبب من الأسباب ويطعنوا حتى في عضوية الصوبات باعتباره ما أكمل الفترة القانونية اللي بتديه الحق في أنه يكون عضو وفق النظام الأساسي لـ 2008. شفت كيف؟ يعني الألغام دي موجودة يعني. نعم. وبعدين وبكون مع الصوبات ما يعني براو هذا بكونوا اللغم في مئات. نعم. أو آلاف. هذا اللغم جاء الدعوة لتفادي بأنه يكون هناك ميثاق شرف هلالي بعظم الطعون. أيه. توافق على هذا الأمر ولا ترى بأن ممارسة القانون يجب أن تتم بطعونها بكل تفاصيل؟ أنا من أنصار أن يكون هناك ميثاق توافق بين للمصلحة العامة. نعم. والعمل على إعادة صياغة هذه القوانين بما يجنبنا ما نعانيه الآن من مشاكل. لكن الهلال لا يحتمل الطعون وأنا في ناس متخصصين في الطعون دي. أنا قبل ما أجي أنا كنت بتكلم مع واحد منهم. نعم. وبقول له يا أخي أنا ماشي القناة. و سألته من بعض المسائل يعني فعشان استند على 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 حقيقه يعني فقال لي والله يا استاذ صلاح اصلا مساله الطعون دي مهنه عندنا بالنص كده يعني. نعم. ما حنسيبه ولا حنتنازل عنه ولا اي حاجه الى ان ينعدل ذنب الكلب لا مؤاخذه يعني. شفتها؟ فا او زي المهم فقمت قلت له يا اخي
الحكايه دي فيها ضرر صحيح. على الهلال وبتاثر على اعداده وعلى الحاله النفسيه بتاعت اللاعب والمشجع والهلال ده كانه الان مختطف بين هذه القوانين وتناقضاتها. مجلس الاداره بدل ينصرف بكلياته لفريق الكوره وللعمل في تحسين الاداء يجد نفسه ملاحق ببلاغات، ملاحق بطعون، ملاحق بمشاكل قانونيه باي حال تاثر على الاداء. ما نزل في عمل طوعي صحيح يعني. نعم ويعني حقه نعترف للناس ديل زي ما انت قلت قبل بكثير كثير من الجهات. يا اخي ابسط حاجه الليله استرداد الشعار ده انا في تقديري نعم بياهل الناس ديل للاستمرار. قضيه الناس عانوا منها لفتره طويله، ده انجاز انا بفتكره صحيح. حتى لو راينا انه على المستوى الاداري اداؤهم مش بالمستوى المطلوب ندعمهم نقيف معاهم يعني نخليهم يشتغلوا نعم وما في بديل واضح حتى الان يعني. كنت جايك للنقطه دي لانه تحدثت عن المصلحه العامه والمصلحه العامه تقتضي عدم الطعون، البعض تحدث انه الان المصلحه العامه في الهلال هو ضروره دعم الرئيس الاستاذ هشام الصوبات ليس فقط ليستمر كلجنه تطبيع وانما حتى ان ياتي كمجلس منتخب. هل هذه الدعوة تراها بالفعل تسير في هذا الاتجاه؟ ولا عندما نتحدث عن الهلال، نادي الحركة الوطنية، نادي الديمقراطية، لا يجب أصلا من البداية طرح اسمه إنما ترك الصناديق وترك كل من يرغب في الترشح أن يترشح. تعرف أنا نعم. أنا يعني عشان المشاهد يعني نلطف نعم. الأجواء شوية. في أنا حديك المساحة كاملة تجاوب على هذا السؤال ولكن دعني أستقبل عبر الهاتف عضو لجنة التطبيع ورئيس لجنة النظام الأساسي مولانا عبد الله العاقب. مولانا مرحب بك. حبابك محمد خير والتحية لك من المعالي لحد ما توصل الجزيرة ومن الكاملين والمسيد وألتي وتلك البراعة الطيبة النظرة. يا سلام ذكرتني صديقنا والله صدق المعالي والمفروض يكون ضيف معانا في واحدة من الحلقات قال عنده مستندات وقصص كثيرة جدا لو حاضرنا لا احنا جاهزين يا صديق ولا الانتخابات انتهت خلاص بقى طيب مولانا يعني الحاصل شنو الان ناس كثيره والجمهور بيسالنا يعني ماذا ستعقد جمعيه النظام الاساسي الحاصل شنو في الموضوع ده العاصمه رايقه حتى الان رايقه نعم انا قاعد في الاستوديو لحد ما خشينا رايقه الحمد لله ان شاء الله دائما تكون رايقه باذن الله الجمعيه العموميه معاك الاستاذ افتكر الجميل جدا استاذنا الكبير القام الفخم يعني نعم صلاح طولي نعم. الله يخليك يا استاذ عبد الله و يعني انا سعيد والله العظيم اسمعك انت واحد رجل نقي يعني على الاقل ونحن بنعمل في الوسط الرياضي ده يعني والله يا صلاح بنعرف عنك هذه الصفه يعني والله يا صلاح الهلال لا يصغى به شخص على الاطلاق الا من ابى صراحه يعني ومن ابى هو الذي يبحث الى الذاتيه بتاعته عشان كده بيكون شغيان يعني. لكن هذا الهلال جميل والله كل الجمال يعني ولك وده خاص ماذا ركت وصلة الغزل الجميلة دي لكن كده ورينا الحاصل شنو في جمعية النظام الأساسي يا مولانا طيب نحن طبعا أساسا كانت في جمعية معدة سابقا وتم إدعاء العضوية وتم نشر عن القوضية بتاعت 3 مارس السابق ويفرض أنه تكون في شهر 12 المضى وبعد كده حصل فيها طعن أو غصة الطعن لم يكن ضد الهلال وإنما كان ضد المفوضية وطعنين على أساس أن المفوضية يفرض يعني في إجراء تقوم به وما قامت به وفي نهاية الأمر قدرة الله سبحانه وتعالى دائما لا الإجراء المفروض تقوم به شنو؟ اللي هو نشر أعمال الجمعية العمومية قبل أسبوعين نعم ما قامت به المفوضية وهذا خطأ أنا بعتبره ليس لا يشغل ذمة الهلال يعني نعم. ابدا يعني ده شيء الشيء الثاني الذين قاموا بالطعن هم هلالات يعني صراحة نعم وانا مع احترامي لهم وقعدت معاهم ناس جميلين جدا حتى في المحكمة رغم انه انا كنت بحضر الجلسات والهلال ما كان طرف لكن لان شيء يهم الهلال كنت بحضر وجلست معهم حتى تحدثت معاهم يا محمد خير وقلت لهم يا جماعه الهلال ده تحقق فيها المصلحه المرسله. نعم. نحن الجمعيه العموميه الاولى دي بتاعت اجازه النظام فيها مصلحه مرسله لنادي الهلال. يفرض اي زول حتى لو لا قدر الله في اي خطا الكمال من الله سبحانه وتعالى يفرض الهلالي نعم. يصدر لمصلحه الهلال حتى يكتمل انعقاد هذه الجمعيه الخاصه بإجازة النظام الأساسي وهو دستور الهلال وهو بغير الشرط
إن الوثيقة الاجتماعية الهلالية الخالصة. طبعا بعد كده جاء الضغط السياسي، تم تخليف وزير، والوزير جاء طبعا حل القوضية ذات مذكور إياها. نعم. وتم تعيين قوضية، وقبل ما تسد اليمين قام ثاني حصلت التغيرات السياسية. نعم. ونحن الآن بحضور هذا الصحفي الكبير نقول لكم الهلال حتى اليوم إن شاء الله نحن جلسة اللي هو أنا وأخي رامي وأحمد عبد القادر إن شاء الله، الظروف طبعا خارج السودان، وسوف نرتب لنقاط جمعية عمومية بإذن الله تعالى في قريب الأيام. نعم. عندنا محورين، المحور المهم جدا لنقاط هذه الجمعية هو محور العضوية طبعا. نعم. العضوية طبعا لابد من فتح باب العضوية بغير شك، ويتم التجديد بكيفية تتفق عليها اللجنة موائمة لمتطلبات القانون والتشريع الاثنين مع بعض. نعم. ومتطلبات التشريع العضوية فتح باب انتساب جديد ولا تجديد فقط؟ والله دي من ضمن الديتيلز الصغيرة اللي احنا برضو نعم قابل للمناقشة، ويكون طرف ان شاء الله ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وفي المفوضية كذلك. نعم. وبرضو عندنا اتصالات اللي هو بالاتحاد العام بوزارة الشباب والرياضة الاتحادية، ما بنقول حتى نحيد هذه الجهات، وإنما حتى نخرج بجمعية عمومية صراحة خالصة من كل التقاطعات يعني. نعم. في العين الأحمية. طيب ده طيب استاذ صلاح، عندك سؤال؟ تفضل. عايز سؤال انا فكره شويه. استاذ عبد الله، الجمعيه العموميه دي حتنعقد وفق النظام الاساسي ل 2008؟ 2008 نعم. طيب نعم. اذا كانت بتقوم على اساس النظام الاساسي ل 2008، العضو اللي بحق له حضور هذه الجمعيه وحق الانتخاب من حقه عشان يكتسب هذا الحق، عضويته يجب ان ينال بعد كم؟ ونحن طبعا يعني بكون عضو يحق له الانتخاب في الجمعية العمومية، يكون مضى على عضويته كم من الزمن؟ نحن هسه بالنسبة لنا العضوية المسجلة حاليا بالضبط كده كلها أصبحت مبرئة الذمة ويحق لها حضور الجمع، خاصة العضو العامل ويبغى للنظام الأساسي 2008 اللي هو يعني مدته كم؟ أنا بس دار النقطة دي اللي هو سنة. سنة؟ نعم. يعني حس العضوية الجديدة دي كلها إذا قامت الجمعية العمومية في الوقت الحاضر ما بحق لها حضور الجمعية العمومية؟ بحق لها، لأن إذا كان قام على أساس النظام الأساسي، قامت على أساس النظام الأساسي 2008 البدي العضو الحق بتاع التصويت من داخل الجمعية العمومية بعد سنة، هذه العضوية الجديدة كلها ما أكملت السنة، فهل ده بيعني أنه واحدة. العضوية الجديدة تقصد بها شنو انت استاذ؟ العضوية اللي اكتسبت بعد في عهدكم انتم. طيب ليه كم حتى؟ احنا لينا كم؟ مما فتحتوا العضوية، مش مما اتفتحت العضوية، مش مما تعينتوا. مما تعينتوا اخذتوا سنة وشوية، لكن العضوية مما اتفتحت لحد الآن لم تكمل العام. طيب انا هسه بحاول استرسل أكثر، يعني هي ما سنة كده. لا سنة، أنا كلامك صح، هي سنة. عشان كده قصدت أسأل السؤال ده بالتحديد. طيب. إنه تم على اكتساب العضوية سنة، عشان برضو السادة المشاهدين يكونوا معنا في الصورة يعني. أي. مقصود بالسنة دي شنو؟ أي. طبعًا أنا والله أقول لك بصراحة يعني. رغم نعم. رغم إنه أنا على سفر يعني. مشوا علي إنه. لكن متأكد هذا إنه العضوية ال تم اكتسابها السابقة كلها يحق لها حضور الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي 2008. نعم. طيب مولانا، يا ذكرت أنه في ترتيب لانعقاد جمعية عمومية، حتناقش موضوع العضوية تاني، حتناقش شنو قلت؟ لا ما العضوية ما بنناقشها طبعا. نعم. اللي هو فتح، اللي هو عندنا مشكلة اللي هو بتاعت التجديد بتاعت من الذي يحضر الجمعية العمومية. نعم. ده نحن اللي ده اللي هو اللي حنناقشه مع كل الجهات، لانه نحن في نهايه الامر حتى كل الناس الخارج يعني يا اما يجددوا. نعم. وبعد كده نحن نكون
امام جميع عموميه خالصه بدون اي، وده قال نتفادى كل الطعون بصراحه في جميع العموميه، لان هي بتمشي بعيده يعني، بتمشي لنا بعيد وبتحل لنا مشاكل كثيره جدا يعني. صحيح صحيح. مولانا عبد الله العاقب، اتمنى لك سلامه الوصول، وشكرا لك كثير يعني على حرصك الدائم انك تكون موجود معنا، كل ما نحتاج الكثير من التوضيحات. ولنا نعم. معكم بغايا حديث بصراحه بجمال قامت هذا الكيان الجميل. تسلم يا مولانا. تحياتي وودي، وعلى الحشيش في عود مع الصحفي كبير جعيص نظيف الالاوي جميل حد الجمال ضخم. شكرا جزيلا. اشكرك جزيل الشكر مولانا عبد الله العاقب على قالنا بالمستوى اللي بنقدر نرد لك به على الجميل يعني. شكرا لك كثير يعني. شكرا لك كثير مولانا عبد الله العاقب. طيب يعني مولانا عبد العاقب تحدث عن نقطه مهمه جدا، وهي مساله انه المصلحه العامه للهلال قد تتطلب في كثير من الاحيان التنازل عن رغبتنا كهلالات دائما في المساله بتاعت الديمقراطيه، رفضا للجان التسيير، لان التطبيع الان هي قد مت بعمل كبير جدا، ورغم ان الناس تزعت الشعار وجلبت الشعار، ولكن هذا لم يجعله في منأى من النقد ومن الطعون، بل بعد الشعار مباشره ذابت مجموعه هلاليه، ولا نشكك في هلاليه اي احد، لانه يعني لا نملك حتى هذا الحق، وقد يكون ما ذهبوا اليه من حب وعشق للهلال انه هي لجنه غير شرعيه ويجب ان يتم انتخاب وما الى ذلك، ولكن الى اي مدى يجب ان يتوافق الهلال الان على المصلحه العامه وعلى تغليب صوت هذه المصلحه على اي صوت اخر، ولا هي دعوه شبه مستحيله في ظل التدافع الذي دائما ما نجده في نادي الهلال؟ انا افتكر نعم. هي ما مستحيله، قد تكون صعبه شويه لكن ما مستحيله، وانا بفتكر حقه نحن نعامل الناس وفق العطاء بتاعهم او نعم. على اساس عطائهم يعني بقدر عطائهم في الهلال نحن نقدرهم ونحترمهم ونحفظ لهم هذا الحق. انا بفتكر انه ما في اي حل للهلال غير التوافق. نعم. البعض يرى انه عطاء لنا التطبيع غير مرضي حتى الان. غير مرضي. شوف انا 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 متابع يعني في الهلال ده قاعد اتابع نعم. باستمرار يعني بنسب متفاوته في المجالس المختلفه. انا افتكر الناس ديل ادوا اداء ممتاز جدا، ادوا اداء كويس جدا، صحيح صاحبتهم اخفاقات وده نتيجه لعدم التجربه عن كثير منهم. نعم. لكن نتعامل بالنوايا وناخذ بعض النجاحات كنموذج. الناس ديل اجتهدوا اجتهاد كبير جدا لم يعني في بدايه عهدهم ودفعوا اموال طائله. انا ما ادري اقول دفع فرد، نتكلم عن التطبيع بصفه عامه يعني. ودفعوا اموال طائله، صحيح اتكفل بها الصوبات، صحيح اتكفل بجزء منها تركي آل الشيخ، صحيح في 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 مساهمات للفاضل التوم لبعض اعضاء النائب، مساهمات يعني قياسا بما دفعوا تركي او دفعوا الصوبات لكن تحديدا، لكن تظل مساهمات مقدره، تظل مساهمات مقدره نعم. وما متوفر عند الناس اللي الليله ماخذين نعم. موقف ضدهم. فانا بفتكر انه نحن حقه يعني كهلالاب ننزع من الغل والحسد والضغائن، نحن كمجتمع زينا وزي باقي المجتمعات صح. يعني فينا الناس اللي عندهم الصفات دي بالمناسبه بصراحه يعني وتصفيه الحسابات، وننظر للهلال ده بامكاناته المختلفه. الهلال ده زي السودان، السودان فيه امكانات غير طبيعيه ما متوفره في اي دوله ثانيه وما قادر ينهض للصراعات الموجوده. الهلال عنده جماهير وعنده محبين وعنده موارد وعنده، اذا استغلت الاستغلال الصحيح بتمشي بالهلال ده لقدام، لكن متى تصفى هذه النفوس؟ صحيح، متى تصفى هذه النفوس؟ ده سؤال حقه اي هلالي يخطه قدامه ويراعي المصلحه العامه. نحن ما قاعد شوف الهلال الان هو شيع واحزاب صحيح، ودي مشكله يا استاذ اجابه مختصره لكلامك. التوافق والتصالح نحن كهلالاب او كمجتمع هلالي هو الحل الوحيد، اي تفكير غير كده انا افتكر في الوقت الحاضر بيقعد بالهلال. نتفق نصل لمجلس منتخب نقعد في الواطه نراجع كل المسائل بروح جميلة وروح هدف الأساسي المصلحة العامة للهلال، ودي مسألة ما صعبة يعني ما مستحيلة لكن صعبة، ده الرجال يجيفوا صحيح. وكثير من القيادات الهلالية والرموز الهلالية الآن نأت بنفسها يجب أن تعود صحيح. لأنه نحن يعني ما دار حدد اسمه، لكن كثيرين جدا موجودين وفي قيادات لهم تاريخ لهم أثر لهم تركوا أثر لهم تأثير على الآخرين، نأوا بنفسهم لانه البيئه اصبحت بالنسبه لهم طارده صحيح. انا افتكر انه واحده من التضحيات الاساسيه من الاوائل في انه البيئه طارده صحفيين. وانا شوف اقول لك حاجه نعم. والله العظيم لو بتديني فرصه عشان اقول لك رايي في الصحافه الرياضيه نعم. انت هتندهش. الصحافه الرياضيه دي فيها كل السوءات اللي موجوده في المجتمع ده.
انا اكلمك بصراحه شديده وانا واحد منهم. في صحفيين مهنيين بيشتغلوا بامانه وبصدق وكده، في مهنيين ماشيين على الحيط كويس، الواحد يقول لك دعوني اعيش. في صحفيين مبتزين، في ابتزاز في الصحافه الرياضيه، وهذا الابتزاز نتيجه لانه في ادارين هشين. والمعادله كالاتي: كل ما كان هنالك صحفي مبتز كان هنالك اداري هش يخشى على تاريخه، يخشى على سمعته، صيغته بنفسه مهزوزه، وبالتالي هذا مستغل، وهذه مصيبه. نحن سالين سيوفنا وشغالين في الناس، عندنا عيوب، عندنا ناس ما بشرفوا الصحافه الرياضيه. قال لك بصراحه شديده جدا، حقه نحن تكون عندنا الشجاعه في انه نقعد نشوف النقد الذاتي وممارسه النقد الذاتي. دي مساله مهمه جدا جدا. نحن والاساس سبب اساسي في كثير من المشاكل، سبب اساسي في هروب كثير من الاداريين الصحافه الرياضيه. انا قاعد في بيتنا مرتاح، ما لي مال مشاكل عشان اجي اسمع في بيتي وفي هناك. انا قاعد في مكتبي وشركتي شغال في امان الله، ليه اجي اتعرض؟ لانه انا حرامي ولا انا لص ولا انا اكلت ولا انا شربتها؟ ليه الاحق في سلوكي الشخصي وانا بعيد عن النادي وعن المسؤوليه بتاعتي؟ صحيح. كويس. هذا الابتزاز الموجود في الوسط الرياضي يجب ان ينتهي، ويجب ان نستضيف له الناس بشجاعه. صحيح. الكلام ده دي حقيقه لا ينكرها، من ينكرها خليه هنا. انا بقول له نعم، ومفترض ان الصحفيين الشرفاء والمهنيين هم يتصدروا المشهد، يتصدروا المشهد الان ده من اجل تصحيح كل هذه الاوضاع. صلاح خوجلي، اشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، وكالعاده استمتعنا بهذه الفقره الجميله والحديث عن هذا الموضوع المهم جدا بالنسبه للهلال. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك استاذ محمد خير، وانا يعني لا اريد ان اكرر كثير سعادتي يعني بوجودي في هذه القناه ومعك انت يعني شخصيا. مع احترامي لكل الزملاء اللي انا عملت معهم، كلهم اكفاء وناس عندهم مكانتهم وعندهم وزنهم، وبشرفوا القناه، وهذه القناه تشرفني اكثر مما اشرفها. بكل تاكيد، اشكرك جزيل الشكر. حنطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل الاستاذ بدر الدين بخيت، وذلك للحديث عن مشاركه منتخبنا في البطوله العربيه في قطر. ابقوا معنا.
استعد منتخبنا الوطني الأول لاستهلالية مشواره في البطولة العربية كأس العرب فيفا في العاصمة القطرية الدوحة في الواحدة من ظهر الغد. إن شاء الله استهلالية المشوار أمام المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا منتخبات لبنان والشقيقة مصر، مشاركة ننظر إليها بكثير من الأمل أن يعيد لنا منتخبنا الوطني الصورة الجميلة التي رسمها في تصفيات كأس أمم إفريقيا وتأهل إلى الكاميرون، ولكن جاءت صورة مخيبة بعد ذلك في تصفيات مونديال قطر 2022 وتذيل منتخبنا مجموعة أمام منتخبات المغرب وغينيا بيساو وغينيا. نتحدث أكثر عن هذه المشاركة مع الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي مراسل موقع الكاف وبالخرطوم وموقع كورة وكذلك عضو اللجنة الإعلامية لبطولة أو لاتحاد شرق وسط إفريقيا سيكافا الأستاذ بدر الدين بخيت. بدر الدين مرحب بك، شرفنا منورنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، علي أتوكل وأبي أستعين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ومرحب بك يا محمد ومرحب بالمشاهدين والمتابعين. طيب قبال ما نبدأ نتحدث عن البطولة العربية ومشاركة المنتخب ونشوف التقرير، يعني أريد أن أطرح عليك سؤال يعني نحاول أن نناقشه في قناة الهلال هذه الأيام. هل توافق أو تؤيد أن بالفعل أزمة كرة القدم السودانية بدر الدين من خلال يعني مشاركتك ومساهمتك وتخطيطك للعديد من البطولات والانتخابات والجمعيات العمومية، هل هي أزمة قوانين ولوائح في المقام الأول؟ ما في طبعا، أول شيء ما في أزمة قوانين، في مشكلة بتاعت ممارسة وعدم فهم للتطبيق. نعم. دي وجهة نظري. يعني الناس ما عارفة تطبق. صحيح. وما قدرت حتى تتعامل مع الفهم الجديد، في مفاهيم قانونية جديدة بتتمثل في النظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة القدم السوداني اللي هو الاتحاد العام، قانون أو النظام الأساسي 2017 يعني وضعوه سودانيين بالمشاركة مع لجنة مشتركة يعني شخصيات مشتركة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو فضوهم وضعوا هذه يعني البنود في النظام الأساسي أو المواد في النظام الأساسي. خرج النظام الأساسي فيه مجموعة مبادئ، إنت لما تجي يعني تغير نظامك الأساسي بتشوف النظام الأساسي بتاع اتحاد الكرة السوداني بتعمل تكييف في نظامك الأساسي مع هذه المبادئ وتمشي في العملية الانتخابية يعني بكل سهولة. كان الأمر كده، اتحاد الكرة السوداني المنتخب على أساس النظام الأساسي في 2017 اللي هو جبهة مجموعة شداد في الوقت ذاك للنهضة والإصلاح، يعني بعد عدة أشهر يعني 3-4 أشهر يعني بدأت عملية يعني تكييف الأنظمة الأساسية لأندية الممتازة والاتحادات المحلية، وأدوا هذه الأندية مهلة لمدة سنة على أساس إنها يعني تعمل تكييف لأنظمتها الأساسية، تعدلها على أساس إنها تكون متوافقة مع النظام الأساسي لاتحاد الكرة السوداني، والمهلة خلال سنة إنت تتعامل مع المفوضية. خلال هذه السنة ما يعني تمكنت من إنك تعمل تكييف أو تعمل تعديل لنظامك الأساسي، اتحاد الكرة السوداني تلغائيا يجي يشرف عليك. يعني بهذه البساطة يعني كانت العملية، ويعني ودونك يعني نادي الهلال يعني أشرف عليه يعني اتحاد الكرة السوداني، لأنه بعد سنة من عملية المهلة المنحها اتحاد الكرة السوداني للأندية والاتحادات ما يعني ما نادي الهلال ما استجاب أو دخل في فراغ تكونت به لجنة التطبيع. يعني جاي عدي النظام الأساسي لقى نفسه مفروض لجنة التطبيع تلغائيا تعمل هذه العملية الانتخابية، لكن العملية اشتبكت مع بعض المفاهيم القانونية القديمة. يعني نعم، يعني من وجهة نظرك لازم هي أزمة ممارسة ليست أزمة ممارسة المسائل واضحة وبسيطة جدا جدا. يعني أعمل تكييف لنظامك الأساسي بطريقة تشرف عليها اللجنة القانونية اللي هي أنت بتعمل مقترح النظام الأساسي بتوديه للجنة القانونية في اتحاد الكرة السوداني، بتقوم تتابع عدد من مواد هذا النظام الأساسي اللي هي بيسموها مبادئ أساسية، يعني من أساس فيها مادة الاستقلالية. لما يتأكدوا إنه هذه المواد يعني تم تضمينها في المقترح النظام الأساسي بتمشي تعمل جمعيتك العمومية. الجدل المثار إنه منو اللي يشرف على الجمعية العمومية، دي فعلا نقطة مثيرة للجدل، لكن أفتكر الممارسة فيها مشكلة. يعني نعم. طيب بدر الدين، كان مهمني جدا إنه أسمع رأي بدر الدين بخيت في هذه النقطة، ولكن دعونا الآن نتحدث عن مشاركة منتخبنا في البطولة العربية ونستهل هذه الفقرة أو الحديث عن المشاركة لمنتخبنا بهذا التقرير. كأس العرب أو كأس الفيفا للعرب هي النسخة العاشرة التي ستنطلق منها بمشاركة 23 منتخبا عربي تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم. ستستضيفها دولة قطر وستلعب على ملاعب كأس العالم
في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر. ستكون مباراة الافتتاح بين قطر البلد المضيف والبحرين يوم 30 نوفمبر. يعاود المنتخب الوطني للمشاركة فيها للمرة الرابعة بعد غياب دام 9 سنوات. سجل جديان في البطولة العربية منذ أول مشاركة في العام 1998 لتكون المشاركة الثانية في العام 2002 ثم العام 2012، ليعاود المنتخب الوطني الظهور مجددا بعد أن انقلبت الأرقام في آخر مشاركة. اللافت في هذه النسخة الاستثنائية للبطولة أنها ستكون تحت مظلة الفيفا وكحدث تجريبي لكأس العالم فيفا قطر 2022. المنتخب الوطني في الديار أجرى حصصا تدريبية بقيادة المدرب هيوبرت فيلوت ودخل في معسكر مغلق لحين السفر إلى قطر، وسيلعب منتخب السودان ضمن المجموعة الثانية ويبدأ أولى مبارياته أمام الجزائر في الأول من ديسمبر المقبل، ثم سيلعب يومي الرابع والسابع من ذات الشهر أمام كل من مصر ولبنان. مباراة صقور الجديان أمام الجزائر كسب 3 نقاط فيها يمهد لإسعاد الجانبين من خلال تمرحل مهم في الروليت وإسعاد للقاعدة السودانية كافة. هي مهمة أمام الجزائر ربما تصعب، لكن ليس على صقور الجديان. ما ينتظر من صقور الجديان أن تسعد المحبين بشيء من الجدة وكسر للمألوف من النتائج المنصرمة في البطولة العربية نفسها أو على كافة الأصعدة، شيء جديد يغير الهزائم على أن تفتح صفحة بيضاء فيها من التقدم في الرولات العالمية وإدخال الكؤوس للسودان نصيب. ما هو مؤكد أن الإعداد الذي ينتطيبه المنتخب الوطني يحمل الجديد. مهمة الفوز تسند للجهاز الفني واللاعبين، والفرح والسرور كفيل به المشجع السوداني الذي صبر على المساندة والتشجيع ولم يجد، لكن التغيير على المشهد يعقبه تغيير على الواقع، إبعادا للسلبي وجلبا للإيجاب. شكرا للزميل حسام البدوي على هذا التقرير. بدر الدين، منتخبنا غدا يبدأ مشواره في البطولة العربية أمام الجزائر، مشاركة من أجل الاستعداد والتحضير للكان، أم على منتخبنا أن يفكر جديا في الذهاب بعيدا لأقصى مدى ممكن في هذه البطولة؟ طيب، نكون أول شيء واقعيين، يعني نحن نتمنى أن منتخبنا يصل أعلى نقطة في هذه البطولة، أعلى نقطة. لكن الحديث عن اللقب يعني يحتاج إلى شيء من التعقل يعني. طيب، هي بطولة طبعا كأس فيفا للعرب، هي بطولة استثنائية، هي ليست كالنسخ السابقة بالنسبة لمنتخبات العربية. هذه النسخة استثنائية في كونها بتجد الاعتراف من الفيفا وقيمت بمعايير الفيفا، بالتالي هي بطولة نتائجها بتصنف المنتخبات اللي قدام. بطولة دي بطولة رسمية، هذه النسخة رسمية، فبتصنف اللي قدام، نتائجها بتصنف هذه المنتخبات. ممكن نشوف التصنيف بعد شهرين كيف يعني تحولت يعني مراكز هذه المنتخبات. قطعا الهدف من هذه المشاركة يا محمد، يا نرجع للاستراتيجية أصلا اللي رسمها غادة اتحاد الكرة السابق، تحديدا لجنة المنتخبات، والمشرف على المنتخب الدكتور كمال شداد، رسموا خارطة طويلة بدت أولا بتغيير المفاهيم على المنتخب ذاته في طريقة تجميعه وخوض المباريات الدولية، وصولا إلى نقطة واحدة بس، إنه المنتخب أولا يتأهل إلى نهايات كأس الأمم الأفريقية. وكانت مشكلة يعني القائمين على أمر المنتخب وقتها، ثم ماذا بعد التأهل؟ المنتخب يحتاج إلى إعداد نوعي في ظل شح مالي لا يتوفر لاتحاد كرة القدم السوداني، ليس بمقدوره تسفير يعني منتخب ليخوض مباراة دولية واحدة، لأنه الأمر مكلف جدا، وكرة القدم في السودان ليست مشروع دولة عشان تصرف عليها الدولة. صحيح. وحتى المنتخب يعني بصعوبة جدا يجد الاستجابة أحيانا من قادة الدولة. أكيد ثورة ديسمبر جاءت غيرت شيء من المفاهيم. شوية المنتخب لقى اهتمام من مجلس السيادة وقتها بتكوين العريض وقتها، يعني من حيث هو استجابوا، لأن المنتخب يسافر بطائرات خاصة، المنتخب يسافر عن طريق صالة كبار الزوار، المنتخب نسرية لاعبيه يعني تضاعفت من الأول، المنتخب يلبس من بيوت أزياء عالمية
يعني لا يشتروا له القمصان ذات الطبيعة المقلدة. يعني منتخب صورته تغيرت، كانت مشكلة غادة أو مسؤولية اتحاد الكرة الفات إنه بعد التأهل كيف يتم إعداد مثالي للمنتخب بمباريات نوعية. فجأة ظهرت بطولة كاس فيفا للعرب، يعني انتبه المسؤولين برضو جهزوا المنتخب ده بصورة أقرب لأنها تكون صورة مثالية. نعم. على أساس أنه دي آخر محطة ممكن يستفيد منها المنتخب قبل المشاركة في بطولة كاس الأمم الأفريقية. بالتالي الغرض الأساسي هو المشاركة من أجل يعني تشكيل الشخصية الفنية أو وضع اللمسة النهائية الفنية لمنتخبنا قبل السفر إلى الكاميرون. ده الغرض الأساسي من مشاركة هذا المنتخب، ولن نجد يعني فرصة يعني بديلة نخوض. نعم. مباريات من العيار الثقيل. صحيح. يعني طيب. بمعايير فنية عالية جدا تسقي لعيبتنا على أساس أنه نمشي نهايات الكاميرون ونحن أكثر ثقة في شخصياتنا الفنية للمنتخب. نعم. البعض يتحدث أنه يعني فكرة الصقل نفسها قد تكون واردة بشكل كبير في ظل مشاركة المنتخبات التي أمامنا بالتشكيلة الأساسية، ولكن الجزائر بدون المحترفين وبدون حتى مدرب المنتخب يعني الأول، مصر بدون صحيح المحترفين. صحيح. الجزائر. نعم. بدون محترفين. مصر ليس لديها محترفين بالحجم الكبير. صحيح. لكن لديها لاعبي الأهلي والزمالك. نعم. هم أساسيين في المنتخب المصري. الجزائر نفسها يعني استعانت بحوالي 5 أو 6 عناصر المنتخب اللي فاز بالنسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية. يعني ما لا يمكن أن يصف هذا المنتخب بمنتخب رديف. صح. يعني هذه المنتخبات تصف البطولة بأنها منتخب الأول لأي دولة. نعم. ما في حاجة اسمها منتخب مصر الرديف أو منتخب لبنان الرديف، هو المنتخب الأول بالمناسبة. نعم. تسميته ولكن حتى كده الجهاز الفني متغير مثلا بالنسبة للجزائر مجيد يعني وليس جمال بالماضي. صحيح صحيح. يعني لكن ونحن طبعاً نشارك بمنتخبنا الأول بعناصرنا الأساسية طبعا، لأن الكرة حديث عن أنه نعم نظريا يجب أن يكون كعبا أعلى من هذه المنتخبات، ولكن عمليا نظل أبعد عن هذه المنتخبات يعني، ولكن ليس بالمسافة التي من نعم يعني كنا لما تنظر يعني لمستوى الدوري في الدول التي نلعب أمامها، يعني أنا أقول لك إنه نحن أفضل دورينا أفضل من الدوري اللبناني يعني واقعيا. صحيح. لكن الدوري السوداني ليس أفضل من الدوري المصري أو الدوري الجزائري، تنافسية عالية جدا جدا في هذين الدوريين يعني بمقارنة بالدوري السوداني. لكن لدينا يعني جانب مهم إنه عندنا لاعبين من الهلال والمريخ هم بيشكلوا نواة هذا المنتخب، عندهم تجربة ميدانية طويلة جدا في الملاعب الأفريقية تستطيع يعني انه يعني تساعد المنتخب في هذه البطولة. نعم. طيب يعني هوبر فيلود وتأثيرات كانت واضحة، تباين نتائج في تصفيات كأس الأفريقية عن التصفيات الخاصة بكأس العالم، خيارات المدرب، البعض يتحدث عن شكوك كانت حتى حول استمرارية المدرب، هل ترى بأن المنتخب أزمة الحوافز سافر في أجواء مثالية أم أن هناك بعض المشاكل التي ربما من الممكن أن تؤثر على ذلك المنتخب هذا؟ طيب نكون أيضا صريحين. يعني منتخب بكل أمانة كان يعيش استقرار نفسي ويعيش استقرار مالي، يعني هؤلاء اللاعبين ما كان أبدا يوم من الأيام بيشكوا من أنه في تأخير لحوافز. صحيح. أو تأخير ل يعني مستحقات. نعم. أو يعني الجانب النفسي كان مستقر حتى بدل الدين. لما كنا بنسأل ليه نتائج المنتخب كانت مميزة ويهزم أعتى الفرق في الوقت الفيه نتائج هلال مريخ سيئة، كانت دائما الإجابة واحدة إنه بيئة المنتخب مختلفة عن بيئة الأندية. الآن الآن أيضا بيئة المنتخب مختلفة، لكن بنعذر إنه المجموعة الجديدة في اتحاد كرة القدم السوداني تسلمت الاتحاد والمنتخب على أعتاب السفر إلى 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 قطر، وكان محتاجين لإعادة ترتيب الكثير من الأوراق لم يجدوا الوقت. السبب الأساسي في إنه هؤلاء اللاعبين لم يمنحوا يعني الحافز المستحق يعني قدموا لهم اتحاد الكرة الفات $150,000. السبب في أنه أصلا أي منتخب تأهل لنهاية منح $750,000. نعم. يعني تحصل السودان في يوم 25/9 في سبتمبر على $500,000 وصلت السودان، لكن نزلت في حساب مغلق من حساب اتحادات من حسابات كانت متعددة لاتحاد كرة القدم السوداني أو الاتحاد العام، لكن الحساب هذا مغلق
فعملية سحب المبلغ تحتاج إلى إعادة ترتيب كبيرة جدا. إجراءات بنكية. نعم نعم. فده واحد من الأسباب. لكن لاعبي المنتخب يطمئن إنه ده حق مستحق حيحصل عليه في أي وقت، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر يعني هذا الحق المستحق. يلعبوا ويجوا إن شاء الله، حتى قبل ما يلعبوا إن شاء الله أنا أتوقع إنه في اليومين ديل أو حتى بكرة أو نعم. اليوم. وفي بعض اللاعبين استلموا، بعض اللاعبين يعني كلفوا بعض الشخصيات الموجودة هنا في الخرطوم. نعم نعم. فدي كانت المشكلة الوحيدة. وأصلا مبلغ مستحق يعني ما عليه نعم. مشكلة يعني أو ما عليه يعني غلط أو جدل إنه ده طيب. ما حقكم. واحدة من الانتقادات التي كانت أيضا دائما ما ترافق أوبر فيلو حسنة نتائجه ساعت نتائجه، نجد إنه الخيارات دائما البعض يتحدث عن انه خيارات اوبر فيلود فيها الكثير من المشاكل. الى اي مدى رايت خيارات المشاركه في البطوله العربيه منطقيه؟ وهل هي الاسماء بالفعل تشارك في البطوله الافريقيه، ولا من الممكن يعني افرازات البطوله العربيه تؤثر على خياراته للكاميرون؟ طيب نتكلم عن مدرب اوروبي. نعم. مدرب يعني الاوروبي عندهم منهج يعني يعني استعانة بعناصر ثابتة لأطول فترة ممكنة لخلق أو لي يعني إيجاد عملية الانسجام الهارموني العالي جدا بين لاعبي المجموعة. هوبر فيلود يقترب الآن من سنتين، ونلاحظ أنه في حوالي 90 أو 80% من هذه العناصر ثابتة معه. صحيح. والنتيجة الطبيعية للفترة الطويلة القضاء فيلود وعدد المباريات الضخم جدا الخاض المنتخب ما فيها مباريات يعني ودية، حصلت نقلة في الأداء ظهرت في آخر 3 مباريات للمنتخب في تصفيات كأس العالم. منتخب الآن أصبح يلعب بصيغة كبيرة جدا يا محمد، صيغة كبيرة الآن منتخب يلعب بصيغة من غير خوف. دي النتيجة بتاعت الاستقرار الفني، ونتيجة إنه فيليدو يعتمد على مجموعة من اللاعبين هم أصلا أساسيين في أنديتهم. نعم. ويعني مستمرين معه لفترة طويلة، فيعتمد على هذه المجموعة. خياراته هو خيارات بتاعت وجهات نظر فنية. يعني أنا لو جبت مثلا الآن مثلا أنا بضرب مثل، لو جبت برهانتية، لو جبت مثلا الفاتح النجر، لو جبت يعني شرف الدين أحمد موسى أحمد بابكر، وقلنا لأي واحد هاك يا أخي دي ورقة اختار لنا غايمة تتناسب مع فكرك الفني، حنلقاهم اختلفوا في الاختيار. نعم. فدي أفكار فيلود الفنية في اللاعبين اللي هم اختاروا والدار يعتمد عليهم. لكن ما ننسى هو كمان برضو أجبر على فقدان عناصر أساسية زي نعم. يعني أحمد حامد التيش لاعبنا الجميل لاعبنا الموهوب. نقول له مبروك التيش ويعني الاحتفال بزواجه. نعم نعم, نعم. يعني بيتماله عيال. وفقدنا سيفتير المهاجم الشرس. يعني هذه الخيارات أثرت كثير طيب جدا. أنا بس وغيرت في نعم ده نقطتين فنيتين ولازم نتكلم عنهم قبل المشاركة، لأنه واحدة من الانتقادات في الاختيارات أنه اختار لعبة وسط دفاعيين غياب تام وكامل لصانع الألعاب الصريح والتقليدي. يعني إلى أي مدى توافق أو تختلف، أو ما هي فلسفة أوبر فيلود؟ ده لأنه نحن في نعم. السودان تفكيرنا تقليدي. نعم. نحن بنعاين للكورة منه نحن اللاعب ده لعب وسط مدافع معناه خلاص مفرش له يا 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 محمد الخير سرير وقاعد في النص منتظر الهجمات بتاعت الخصم تجي مرة بالنص ويقوم يقلعها. لا، هذا المدرب تفكيره مرن جدا جدا. نعم. عود هؤلاء اللاعبين إلى الانتقال من الدفاع للهجوم بنفس الكيفية ونفس المخطط اللي هو بيرسمه. يعني أنت عدد من لاعبي الوسط أحرزوا أهداف ومدافعين أحرزوا أهداف. يعني أنت تتذكر هدف ضياء الدين من على حافة المنطقة في مرمى أفتكر بوركينا فاسو أو مرمى النيجر في مباراة أمير كمال أحرز هدف راسي في مباراة غينيا. المسائل ما بالفهم الجامد التكتيك. نعم. الجامد بس بعض الفنيين انتقدوا هذه النقطة دي الفنيين إنه طبعا نعم. ودي وجهات نظرهم الخاصة، لكن هي طبعا دي اختياراته بيتحمل نتيجتها ودي رؤيته. قال أنا اللاعب ده شايفه بديني في الحتة الفلانية دي أو بيعمل لي شغل معين مع 3-4 لاعبين لأنه قدراته الفنية كده، دي نظرته هو. نعم. فده منهجه الخاص. يعني أنت لو بتقدر تتدخل مثلا في منهج أحمد بابكر أو في طريقة اللعب أو في اختياراته اللاعبين، ما بتقدر تتدخل في منهج الفاتح النجر في اختياراته اللاعبين وطريقة اللعب اللي بتتناسب مع قدرات اللاعبين. هذا المدرب له فترة بتاعت قريبة سنتين بيلعب بهذه المجموعة، هذه المجموعة الآن انسجمت تماما حتى في نعم. بر الملعب منسجمين. طيب هذه المجموعة تعاني من مسألة معينة، البعض يراها بأن هي نقطة قوة منتخبنا الوطني حتى على مستوى إفريقي. يعني البعض يتحدث عن إنه منتخب السودان طالما كان الثنائي سيفتري ومحمد عبد الرحمن في أفضل حالاتهم هو قادر على هزيمة أي منتخب. غاب سيفتري في تصفيات كأس العالم تباينت النتائج. إلى أي مدى يعني توافق أو تختلف مع هذه الفكرة، وإنه غياب سيفتري من الممكن أن يكون مؤثر حتى على أداء
نجم المنتخب الأول. قلنا يعني هذا الكلام لماذا؟ لأنه سيفتيري يختلف عن محمد عبد الرحمن. سيفتيري يطارد. محمد عبد الرحمن لاعب صندوق يعني ممكن من أصناف الفرص يعني يصنع يحرز الأهداف. لكن سيفتيري كان بيساعد محمد عبد الرحمن في شنو؟ في انه هو يجيد المطارده، يجيد مطارده المدافعين وتضييق مساحات التقدم عليهم. يعني انت كونك المدافع او المهاجم يجري على الباك الشمال يضغط، بيخلي الباك الشمال يتردد في انه يمشي بالكوره او يلعبها او يرجعها ورا. المساله دي كانت بتخلي محمد عبد الرحمن متمركز بصوره جيده جدا داخل الصندوق، بتغنيه عن المطارده. سيف مؤثر، غياب مؤثر جدا. والان هي هذه مشكله تواجه منتخب السودان، انه ما عنده مهاجم بيطارد. كيف سيتغلب عليها بربلو؟ يعني يتغلب عليها طبعا بالتنظيم. يعني غد 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 يعتمد على محمد عبد الرحمن لوحده، ويزيد عدد اللاعبين المنطلقين من الوسط اللي عندهم سرعات عاليه زي ياسر مزمل، زي رمضان عجب. يعني هو جرب هذا الاسلوب، وهو كان واحده من المسائل الصعبه جدا او المشكلات الصعبه مر بها، كانت لما احمد يعني رمضان عجب وياسر مزمل غابوا في توقيت واحد. صحيح. نعم. واحد للاصابه والثاني للايغاف اللي كان اجباري بسبب التعاقدات. نعم. فنحن بنزلوا قال يا جماعه هسه الان سيفتير يعني رمضان عجب غايب وياسر مزمل غايب، جيبوا لي جناح يمين في السودان الان. جيبوا جناح يمين في السودان بقدره هؤلاء اللاعبين. هذه من يعني 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 هؤلاء اللاعبين يستطيعوا انه يتفاعلوا مع محمد عبد الرحمن كما حدث. يعني الان في انسجام عالي جدا بين محمد عبد الرحمن وياسر مزمل. حتى في الهلال ثنائيه ياسر مزمل مع محمد عبد الرحمن عالي جدا. ونحمد ربنا كثير رمضان عجب رجع في هذا التوقيت للمنتخب. لاعب خبرته كبيره. واقول لك حاجه غريبه جدا، المنتخب ده صغافته في النهائيات يعني 8% بس. يعني في لاعبين الان يشاركوا لاول مره يا محمد في لنهائيات في حياتهم. 88% من هذا المنتخب 82 لم يشاركوا في نهائيات بهذا الحجم يعني، وهذا وبهذه الثقافة الكبيرة والزخم الإعلامي والزخم الجماهيري. فنحن ماشيين نتعلم شيء وننقل هذا الشيء لنهايات الكان من غير خوف. الآن الجيل اللاعبين اللي بينقلوا هذه الخبرات هم رمضان عجب وأمير كمال، لأنه ديل اللاعبين الوحيدين اللي لعبوا نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012. هم الآن يعني السلاح بتاع الخبرة اللي احنا بنلعب به وانقلبوه خبرة اللي في نهائيات لهذه المجموعة اللي مشت. جربوا أجواء النهائيات والبطولات التجمع حتى رمضان. يعني رمضان وأمير بيقول لك بتحس إنك لما تلعب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بتحس إنك لاعب عندك قيمة فنية عالية. عشان كده هم هسه ونستهم مع اللاعبين انه دي لازم تمشوا تجربوا المساله دي وحتعيشوا الاجواء دي وتلعبوا كيف والسرعات حتكون كيف وتتحمل الضغط الجماهيري كيف وضغط الحكام والمسائل دي. بينقلوا في هذه التجربه الان رمضان وامير كمال حيها زين اللاعبين الكبيرين يعني عندنا. صحيح. طيب تحيه كبيره لهم بكل تاكيد. كيف تنظر لهذه المواجهه الان غدا؟ يعني مواجهه منتخبنا الوطني والمنتخب الجزائري، خاصه انه بوفر بيلود تحدث عنها وذكر بانه يعني هي مواجهه مفتاحيه بالنسبه لمسيره المنتخب في البطوله العربيه. طيب هي طبعا مواجهة بين المدارس في الكرة الأفريقية. نعم. مدرسة غرب أفريقيا، مدرسة جنوب أفريقيا، الشمال الأفريقي، دي المدارس المتفوقة دائما على باقي أفريقيا. نعم. طيب السودان من منطقة إقليم سيكافا وهي منطقة يعني فقيرة فنيا. نعم. وشاركت في تصفيات كأس العالم زي 3 منتخبات أو 4 منتخبات لم يتأهل أي منها للمرحلة النهائية الأخيرة. نعم. بتاعت التصفيات. نعم. السودان، إثيوبيا، يوغندا، تنزانيا وكينيا، 5 منتخبات. يعني طبعا لقطات مباراة. نعم. التصفيات يعني تتاهل منتخبنا على حساب المنتخب الليبي. نعم. برضو من المنتخبات يعني الشمال الافريقي. نعم. يعني تلاحظ في هذه اللقطة يعني فقدنا ايضا شرف الدين شيبوب لابتعاده عن اللعب التنافسي لفترة طويلة. هو صانع اللعب، انت تحدث انه الناس ما عندها صانع لعب او ما لم يتم اختيار صانع لعب، كان شرف هو صانع اللعب وكان عنده بعض الحساسية. لكن غيابه الطويل عن المباريات وغياب الطويل عن اللعب التنافسي لأنه ما عنده نادي، ده أثر عليه في الاختيار. من غير المنطقي أنك تختار لاعب متوقف عن اللعب 4 شهور و5 شهور. فهارد لك يعني شرف الدين، نفتقد والله هذا اللاعب، وربنا يعني يوفقه يعني يحاول يحصل الناس في الفترات الجاية. يعني نتحدث عن أنه نواجه الجزائر، هذه مواجهة بمنطقة يعني سيكافا شرق وسط أفريقيا وشمال أفريقيا المتفوقة. ولكن يعني خبرة لاعبي السودان الميدانية نتفوق على الأندية الجزائرية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، لأننا بنصل طوال دوري المجموعات.
بصورة مستمرة خلال 10 سنة الفاتة نحن متفوقين على الجزائريين. صحيح إنه الجزائر ممكن تشيل الكأس لكن ممكن تلعب بفريق واحد وفريقين في المرحلة بتاعة المجموعات. نحن عندنا خبرة ميدانية ممكن تساعدنا أمام الجزائر. لا يمكن أبدا إنكار إنه منتخب الجزائر هو بطل آخر النسخة وبالتالي منتخب يعني يخوض هذه المباراة وإنه هو بطل أفريقيا ولا يقبل بأنه يكون بطل النسخة بغير إنه يكون بطل النسخة العربية. وهذه هي يعني التحديات المنتظرة منتخب الجزائري. لا يريد أن يفرط في لقب يعني يراه قريب جدا وهو استعان بكمية من العناصر أو عدد من العناصر اللي لعبت نهاية كأس الأمم الأفريقية وأحرزت النسخة الأخيرة. نحن يعني نعول كثير على الجمهور السوداني وعزيمة اللاعب السوداني في قطر ونعول على أساس أنه نحاول بقدر الإمكان ما نجاري المنتخب الجزائري نستطيع أن نخرج بأفضل نتيجة تساعد أو تبقي أمالنا حية في البطولة. أنا على ثقة كبيرة جدا من أنه لعبة المنتخب شخصية فنية قوية جدا أمام المنتخب الجزائري رغم الفارق البدني. لكن دائما أتذكر حديث محمد خيري مدرب الكيني الشهير اللي غاد كينيا لأول مرة في تاريخها لنهاية كأس الأمم الأفريقية بيقول لي يا بدر الدين أمهر لاعب في منطقة سيكاف هو اللاعب السوداني. هذا اللاعب ماهر جدا يعني إذا كان في أفضل حالاته يستطيع أن يفاجئ الجميع ويعني يزرع البهجة إن شاء الله. طيب يعني تنظيم اللعب برضو واحدة من الأشياء التي هوبر بيلوت كان يعني متثبت 4-3-3 في الكثير من المباريات وحقق بها نجاحات. نعم. البعض حدث عندما بدأ يغير ويلعب بال3-5-2 وب4-2-3-1 تراجع مستوى الأداء. نعم. هل سنجد هوية تكتيكية واضحة الآن للمنتخب الوطني في البطولة العربية ولا أيضا ستخضع هذه المباريات للتجريب؟ هذه نعم. المباريات للتجريب يا محمد يعني محمد خير. نعم. فيلود ماشي يجرب أمثل طريقة لعب بأفضل عناصر يستطيع أن يثبتها كهيكل أساسي يلعب به نهاية كأس الأمم الأفريقية. نعم. هذه البطولة هي المفتاح للشخصية الفنية لمنتخبنا الوطني. لكن نجي نقول يا محمد خلال هذه الفترة لعب المنتخب الوطني بعدة تنظيمات. نعم. ويعني هؤلاء اللاعبين هم نفس اللاعبين اللي قبل سنة ونص. صحيح. فبالتالي أتوقع إنه اللاعبين هضموا كل أشكال وطرق اللعب ويستطيعوا أن يقدموا شخصية فنية يعني جيدة جدا. أنا واثق من إنه منتخب السودان حيقدم مباراة كبيرة جدا إن شاء الله. طيب يعني إلى أي مدى الجانب الشخصي لدى اللاعبين يجب أن يكون حاضرا؟ يعني بطولة بهذا الزخم الإعلامي الكبير ربما تكون أفضل بترينة ممكن يقدم فيها اللاعب نفسه. إلى أي مدى دوافع اللاعبين الشخصية أيضا يجب أن تكون حاضرة في استغلال حضورهم في هذا المحفل الكروي الكبير؟ قال يعني قال لي نصر الدين الشقيل يعني كابتننا الكبير الخلوق. نعم. في التمرين الأخير يوم السبت الفات في سبغ الخيل قال لي لعبة المنتخب ديل الآن بيجوا بيتكلموا عن إنه لازم يكسبوا أي تحدي وسريعا جدا هم بقوموا المباراة الفاتت يعني بتجاوزوها وبينسوها. نعم. بكل أشكال بيناقشوها خلال فترات الراحة في المعسكر مفروض يحصل كده مفروض يحصل كده مفروض يحصل كده إنت كان مفروض تشيل الجنب دي إنت كان. نعم. مفروض تنزل هنا فبيصححوا الأخطاء بأنفسهم. قال لي. نعم. الآن هم مرقوا من تحدي وداخلين في تحدي جديد. هذه هي لغة لاعبي منتخبنا إنه في تحدي جديد ينتظرهم ولازم يعني يكسبوا هذا التحدي وهم داخلين في رهان على أساس إنه يمثل السودان خير تمثيل بأفضل صورة ممكنة يعني. بكل تأكيد دي الحاجة اللي بنتمناها يعني. طيب البطولة بشكل عام يعني البعض يراها بطولة تنافسية البعض يراها بطولة سيكون هناك عمل كبير جدا من كل هذه المنتخبات للفوز بها ولكن البعض يتحدث عنها هي في الأول والأخير بروبة أو اختبار لقدرات قطر وملاعب قطر لاستضافة مونديال 2022. طبعا ده شيء طبيعي يعني انه يتقال كلام زي ده عشان انه قطر دايرة تجرب كل يعني. نعم. كل اداراتها في هذه البطولة كل الادارات بدءا من المطار الى الفنادق الى مراكز التدريبات. نعم. الى المؤتمرات الصحفية دي بطولة قطر دايرة تحاكي بها الوافد الجديد. نعم. كوفيد والعزل. نعم. والفحص والتنقل كل الاشكال اللي انت ممكن تتخيلها. نعم. على اساس انه تخرج بنتيجة تتجنب فيها الاثار السالبة الممكن تصهر في بطولة كاس العرب يعني. ودي حقيقة انه عرب يعني البطولة هي يعني غطر متخذاها وسيلة تجرب بها أو تغذ بها قدراتها في كل المجالات عشان تتجنب يعني تكرار مشاكل الممكن تحصل في لما تجي تستضيف كأس العالم. والبطولة بطولة حقيقية فيها زخم إعلامي وفيها جوائز مالية ضخمة جدا. صحيح. عشان كده حنشوف كرة قتالية على مستوى عالي جدا جدا
البطولة دي فيها يعني يعني 5 مليون دولار اعتقد الفائز المرتاح بالمركز الاول، ده مبلغ ضخم يرصد لاول مره في بطولات كاس العرب، ولذلك النسخه استثنائيه، حتى حكامها يعني حكام كبار جدا، حكام من اوروبا وحكام من افريقيا وحكام من اسيا، يعني حيديروا هذه البطوله حكام مصنفين على مستوى عالي جدا جدا، ولهذا السبب البطوله بتاخد الطابع الجدي، البطوله ما بطوله بتاعت يعني استعراض. سنفون شاهد هذا الامر اليوم يعني. طيب يعني البعض كان يتوقع حضور بعض اللاعبين السودانيين المحترفين في الخارج من مواليد اوروبا وغيرها يعني، ولكن باستثناء ياسين تم استدعاه ولكن ناديه نادي سبارتاكوس المجري رفض. يعني نعم يعني هي المزالة طبعا عندها يعني معادلات قانونية. هم قالوا تمرز نعم. يعني نعم يعني عندهم لها معادلات طبعا في النهاية، إذا أنت سمحت لي مرتين ثلاثة مثلا أنا ما بسمح لك كده، في حقوق في نعم. هذه المزالة تم يعني الفصل عليها تماما. يعني أنا أديك نموذج يعني أطهر الطاهر في واحدة من مباريات المنتخب حضر لكن ناديه عاقبه بستة ألف دولار، نادي سموحة عاقب أطهر بستة ألف دولار لأنه يفتكر أنه مشى لعب مباريات ليست في أيام الفيفا. وكادت هذه المزالة أن تثير أزمة لكن تم يعني احتواء الأزمة عن طريق الدكتور حسن برقو على ما أذكر. نعم. يعني نفتقد ياسين حقيقة لأنه ياسين دخل قلوب الشعب السوداني وحتى زملاء في المنتخب يفتقدوه جدا، وكنا دارين بدل يعني 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 نفقد سيفتيري مرة واحدة كنا دارين يعني ياسين يكون موجود يقوم بدور المطارد. نعم. أكثر لاعب جاهز فنيا وبدنيا. نعم نعم وذهنيا يعني ذهنياً. نعم يعني لاعب يعني جاهز لأنه تشكل خارج السودان وأحب السودان جدا، يعني حتى صفحته فيها تفاعلات عالية جدا. صحيح. ولما تكلم إنه هو محروم وحزين جدا لعدم يعني سماح ناديه له بإنه يلتحق بالسودان، لكن عشمنا كبير إنه يلحق الناس. من اللاعب السوداني تتوقع لون التعلق في هذه البطولة وإنه ممكن أن يطرق باب الاحتراف الخارجي من خلال قطر بطولة العرب 2020؟ طيب الاحتراف الخارجي فرصة متاحة، يعني إذا كانت تتكلم عن مستويات الأولى في أوروبا أو الثانية. نعم. الفرصة متاحة في المستوى الأول للاعب الصغير الجزولي لأنه عمره صحيح. 21 22 سنة في أوروبا في مفاهيم للاحتراف. صحيح. للاعب الأفريقي تحديدا أي لاعب يتجاوز عمره 23 سنة يعني فرصه في الاحتراف يعني ضعيفة جدا. تعرف حتى على مستوى اللاعبين كان معي قبل أسابيع محمد أمين. نعم. اللاعب القادم من السويد وكان بيتمرن مع المنتخب. نعم. لما سالته برضه قال لي الجزولي. نعم. وبرضه تكلم عن حته العمر. العمر لانه بيقول لك انك انت نعم. اصغر من 23 تحت 23 انت حتى الان غابل للتشكيل وتحسين صحيح. مشاكلك التقنيه يعني في الكوره، لكن بعد 24 ما بيقدروا يعالجوا فيك كميه من المشاكل، فهم صحيح. غيروا المفاهيم بتاعتهم ليها 15 20 سنه. فاصبح اللاعب الصغير من اوروبا يعني من افريقيا يجب ان لا يتجاوز عمره يعني 24 عشان يقبلوا في اوروبا. صحيح. حتى انت لو تلاحظ مهاجمنا يعني الكبير محمد عبد الرحمن له التقدير وله الاحترام، محمد مهاجم كبير ويعني الهم يعني لاعبي المنتخب والهم الشعب السوداني، مدرب فورموسينيو قال محمد هو مهاجم كبير في افريقيا لكن ممكن يجي في البرتغال يلعب في المستوى الثاني. الناس دي واضحين. صحيح. ليه؟ نعم. لانه محمد الان اتشكل ومحمد اوفر 26 يعني محمد اكبر. نعم. من 26 بالتالي فرصه في الاحتراف في المستوى الاول في اوروبا يعني ضعيفه في المستوى الاول، لكن صحيح. ممكن يلعب في الدرجه الثانيه. فنحن محتاجين شويه شويه تدريجيا يعني نعدل في المنتخب، لكن ما كمان ننكر مجهود هؤلاء اللاعبين القادوا المنتخب صحيح. لهذه النقطه يا اخي. يعني ده عرق بتاع لاعب اسمه رمضان عمره 33 سنه، ويعني عرق لاعب يعني اسمه ابو 20 او نعم. عرق لاعب اسمه نصر الدين الشغيل وثقوا فوقه كل المدربين الاجانب تدربوا الهلال وحتى فيلود. يعني لا يمكن ان ننكر على نصر الدين الشغيل انه انت يا اخي بقيت كبير ما ممكن تلعب، ما دارت عنده قيمه فنيه وعنده جدوى فنيه وقادر على ان نصر الدين يلعب ولو 10 دقائق عشان نشكره ونقول له يا اخي تستحق اللعب للسودان وتستحق ان ترتدي شاره يا اخي ارتداها امين زكي وشاره ارتدوها لاعبين كبار احمد ادم وحامد بريمة وطارق أحمد آدم، تستحق نصر الدين هذا الاحتفاء
ونتمنى لك التوفيق وانت في هذه السن تقود هذه المجموعة من الأعمار المتوسطة اللي ما عندها خبرات كبيرة في النهائيات. طيب يعني لياتو مدى الجالية السودانية، معروف أنه قطر ربما تكون أكثر دولة خليجية في الجالية السودانية، أضف إلى ذلك أنه الوفد الذي سافر مع المنتخب من إداريين من إعلاميين وفد كبير جدا قد يكون هو الأكبر على الإطلاق في أي محفل خارجي. لأي مدى هذا الزخم وهذا الحضور الجماهيري الكبير قد يكون مساعد لمنتخبنا الوطني؟ طيب. في أنه يحقق نتائج إيجابية. بيتكلم معي الكابتن حسن دولار. حسن دولار طبعا هو كان الباك اليمين أو الظهير الأيمن أو الطرف اليمين لمنتخب الناشئين اللي تأهل لأول مرة في تاريخ السودان لنهائيات كأس العالم. نعم. قال لي بدر الدين حنعول على الجالية السودانية كثير، لاعب السوداني حيلقى مساندة جماهيرية كبيرة، وحسن هو نعم. مدرب الفئات السنية، بيعمل في الفئات السنية في نادي الخريطيات. اتكلم معي في هذه النقطة وقال لي إن شاء الله الجالية السودانية يعني حتعمل دعم كبير. أما الزخم الإداري طبعا ده ما عنده علاقة بالزخم الفني، أفتكر أجهزة الإدارية حتكون مفصولة عن أجهزة نعم. أو مقر إقامة المنتخبات. صحيح. فيعني هو طبعا دعم نفسي أو تعاطف مع اللاعبين، لكن طبعا يعني زي بقولوا إحنا حنعتمد كثير على الجالية السودانية اللي بتحب السودان من القلب، يعني وشجعت هذا المنتخب أمام ليبيا في المباراة الفاصلة كما شاهدنا كيف ودموعهم حتى جرت. وإن شاء الله يا أخي إن شاء الله دموع الفرح بكرة تجري يعني على يد لاعبي منتخبنا. متفائل بمباراة بكرة؟ إن شاء الله متفائل جدا، لأن المنتخب في آخر 3 مباريات بالذات أمام غينيا استوائية وغينيا يعني بيساو لعب مباراة يعني بأداء فيه ثقة كبيرة ولعب من غير خوف. عندنا نعم. شخصية فنية نستطيع أن نلعب بها ونقدم بها السودان بأفضل شكل يعني. إن شاء الله كل أمنيات التوفيق لمنتخبنا في مباراة غدا إن شاء الله ظهر الغد أمام منتخب الجزائري في سلالة المشوار في البطولة العربية. بدر الدين بخيت، عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد شرق وسط إفريقيا، مراسل موقع كاف بالخرطوم، شكرا جزيلا. كل أشكر جزيلا الشكر على وجودك معنا. شكرا يا محمد، شكرا كثير. نعم وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. كانت حلقة من هذا الأسبوع من سبورت سكرين، لنا موعد معكم الأسبوع المقبل. في أمان الله.